تقيم شبكة رداو الإعلامية حفلاً موسيقياً بعنوان مدن النرجس في قلعة أربيل الساعة 8:30 من مساء يوم الخميس 20 حزيران 2019. يحيي الفنان العالمي الشهير وسفير منظمة اليونسكو نصير شما حفلاً موسيقياً بعنوان مدن النرجس في قلعة أربيل بمشاركة فنانين مشهورين من عدد من دول العالم. الفنان هجار زهاوي من كردستان، الفنانة كارن بريكس من أمريكا، الفنان مانويل سييرا من إسبانيا، الفنان روبن فاسي من فرنسا، الفنان أشرف شريف خان من باكستان، الفنان لويس روبيسكو من إسبانيا، الفنان أيتاش دوغان من تركيا، الفنان علي قمصري من إيران، الفنان غواتا كامبو من إسبانيا. شبكة روداو الإعلامية مع بيس بيلدرز تقيم هذا الحفل الموسيقي في أقدم مكان سكنه الإنسان حيث لا تزال الحياة فيه مستمرة. هذا الحفل الموسيقي برعاية كوراك تيليكوم، كار جروب، دارين جروب، فندق روتانا، ويقام في قلعة أربيل.